الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال رحمه الله تحت فصل استعماله السمتة وحسن الهدي، قال رحمه الله: ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر. شوف علي بن أبي طالب يرى أن التسوق في مجلس العلم سوء أدب، والناس أصلا بتلعب لعبة في الموبايل في مجلس العلم، واخدة بتلعب لعبة، ويرى الالتفات سوء أدب. يعني يرى التسوق في مجلس العلم سوء أدب، يرى الالتفات سوء أدب. طبعا أعظم منه في سوء الأدب، أعتذر، يرى أن مجيء الطالب بعد الشيخ سوء أدب، ويرى أن قيام الطالب قبل قيام الشيخ الإمام العالم سوء أدب. انظروا أداب لطالب العلم حتى يعني يستطيع أن يحصل هذا العلم الشريف. العلم الشريف كما قال الثوري: هذا العلم الشريف من أراد به الدنيا أخذها، من أراد به الآخرة أخذها. نعوذ بالله أن نكون من طلاب الدنيا، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بوجهه الكريم، ونؤمل بكرمه وجوده أن يجعلنا خالصين مخلصين صادقين مصدقين صالحين مصلحين. اللهم أمين يا رب العالمين. لا نداهن أحدا ولا نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة. تفضل. قال: ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإهمال المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك تضع من القدر وتزيل المروءة. طبعا هو الضحك الكلام فيه في ضابطه أن يكون على وزانه، كلما أكثرت من شيء كلما حط من قدره، وزيادة الضحك في مسائل الجد فيها ما فيها من الجهل بأمرين: وعدم الشيء، عدم وضع الشيء في موضعه، والأمر الثاني أنه مدعاة للسخرية عليه. دائما يقولون: وعلى ماذا يضحك هذا؟ لكن الضحك بسببه يكون إيش؟ كمالا. فإن الله يضحك لسبب الضحك، ويضحك الله جل وعلا من الخروج من عبادي إذا خرج عن إيش؟ النظير. وهنا الضحك والعجب في هذا الباب سواء، ليس الضحك والعجب لكن سواء والثمرة. ويضحك الله جل وعلا من رجل يقتل أحدهم الآخر ويدخلان إيش؟ الجنة. ضحك ربكم من صنيعكم في الجود والعطاء في هذا الباب. فالضحك في سببه وفي وزانه كمال، والضحك في غير ذلك وضع شيء في غير موضعه، وكلما زاد كلما حط من قدر المر. نعم. قال سعيد بن عامر رحمه الله: كنا عند هشام الدستوائي فضحك رجل منا، فقال له هشام: تضحك وأنت تطلب الحديث؟ هو يعني موت نفسك أفضل لك. يعني هذه مسألة الله يغفر لنا طبعا. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ الله. فقال: ليس الله أضحك وأبكى. قال هشام: فبكي إذا. يعني شوف الرجل قال له: طيب احتج له بالقدر، قال: إذا كان القدر خذ بالعين الأخرى، إذا نبكي. يا شوف سبحان ربي العظيم. وعن إسماعيل بن يحيى قال: رآني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة عند البيت فتبسمت، فالتفت إلي فقال: تبتسم في هذا الموضع؟ إن كان الرجل لا يسمع الحديث الواحد فيرى عليه 3 أيام سمته وهدي. يعني تأثير الحديث عليه، لأنه يحمل ذهبا خالصا، يحمل كلام الله، لأنه الحديث تكلم الله به كما تعلمون، كما تكلم بالقرآن. لما؟ لأن الحديث إيش؟ وحي. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك. قبلها قال: أنزل عليك الكتاب والحكمة. والحكمة باتفاق كما قال الشافعي هي السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. وهنا في هذا الباب يعني يقول له هشام لما ضحك الرجل، فقال له هشام: تضحك وأنت تطلب الحديث؟ يعني ما يمكن أن يقارب الضحك مع طلب الحديث. طلب الحديث يكون فيه الوقار
والإمكان، وأيضا يكون فيه الحزن على ما فوت على نفسه من سنين ضاعت، ويكون فيه أيضا الاهتمام بحمل الهم. أنت تحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف يعني إيه إرث النبي؟ تعرف يعني أنت خاصة الله، يعني أنت خاصة الله لما تحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيقول لو تضحك وأنت تطلب الحديث، أنت الآن تحمل كلام الله، فعلا تحمل هم الأمة، تحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم لتنشره بين الناس. تضحك، لا يليق بك أن تضحك في هذا الباب، بل عليك أن يظهر عليك السمت الذي تأثر بالحديث الذي جاء. وأيضا هنا هشام بن سواد أيضا لما وجد رجلا يضحك قال: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ قال: فليس الله أضحك وأبكى؟ قال هشام: إيش إذن فأبكي. شوف براعة في الرد وأبرع منه في الإجابة. قال: إذن خليك في الشطر الثاني، لما تكون في الشطر الأول؟ طالما أبكى خليك أنت من البكائين، أنت الآن تحمل هما وتحمل هم، لأنه الحديث أصلا حملك مسؤولية كبيرة جدا، حملك يعني أنت لما تحمل حديث عندك مسؤوليات ثلاثة من أهم المسؤوليات تجعلك تنسى الدنيا بأسرها وما تقف إلا عند هذه المسؤوليات. ما هي المسؤوليات الثلاثة؟ بقرة تكلمت، قال: أنا أؤمن بذلك أنا ورسول الله. أنا بتكلم على البقرة أساس إشارة على أنك ملزم عندنا بعد الانتهاء بأنك ستذبح بقرة. لا بركة، طيب هي نعم، لكن هي حقا نقول بقرة تكلمت. ها العمل به التبليغ وممتاز طبعا، خلاص يبقى ده، لكن مش هي كلها. ها في حد عنده اجابه تانية؟ هي اجابه صحيحه، بس ان اعلم مراد الله منه وان استعمل على العمل به وان ابلغه لغيره. ممتاز، وده العالم الرباني، ده العالم الرباني. هو طبعا في البدايه خلاص الاجابه كلها صحيحه، الاجابه كلها صحيحه. العالم الرباني يهتم باتقانه، مش حاجه اسمها تحصيله. ده بقى دي المسؤولية اللي لازم نفهمها، إتقانه. هو حصل، التحصيل شيء والإتقان شيء تاني. نعم، لابد يتقنها، ما يخرجش من المسألة لما يتقنها، ما يخرجش من الحديث لما يتقنه. هذا صحيح، والعلل اللي فيه علل عليلة. إتقانه هذا أول شيء، إتقانه. الأمر الثاني فهم أحكامه ومعانيه. الثالث التعبد به. الرابع حمل العناء على نشره. هيضحك بقى من عنده هذه المسؤوليات؟ سيضحك طبعا. ده أربعة عشان نوترها. الخامس لا يأخذ على حديثه أجرا. من يتحمل هذه المسؤوليات؟ الضحك عليه حرام طبعا، لا أقول حراما طبعا، استغفر الله، أقصد لو 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 استحضر كل هذه المسؤوليات لن يجد لنفسه مسلكا. ليش؟ لأنه يضحك. إلا بقى أنه ربنا بينسيه هذه المهام ليضحك بعض شيء عشان إيش يرجع بقوة على التحصيل. هذا الذي أقصده في هذا الباب، وإلا كان يبتسم السلام وكان الصحابة يضحكون في هذا الباب، لكن أقصد هذه المسؤوليات عليه في طلب الحديث. لذلك تعجب هشام وقال له تطلب العلم وتضحك؟ قال: أسأل الله أضحك أو أبكى؟ قال: إذن فأبكي. ابكي لأنك ستفوت مسؤولية من المسؤوليات الأربعة وأنت مسؤول. أول من تصعر بهم النار ثلاثة منه عالم يقول تعلمت علم فيك وعلمته فيك. يقول كذبت، تعلمت للدرهم والدينار، تعلمت للرياسة، تعلمت للمكانة، تعلمت ليقال عالم، فقد قيل وزجي في نار جهنم. لذلك يأخذون الدكتوراه للدكتوراه، وهذه أم المشاكل على الإنسان في هذا الباب، النظر للشهادة للعمل للوظيفة للمكانة، وهذا ضياع. لذلك يخلط على الإنسان، فلابد أن يفصل النوايا جدا. يعني هم في خطر عظيم، من يعني يكونون في ارتقاء من الرتب العلمية، يعني يخشى عليهم أن يكون المقصد الأصيل. يعني لو واحد حضر الدكتوراه ما حضرها إلا للمكانة التي سيأخذها ويأخذ مقامها أو وزانها مالا، فإن هذا قد خلط النية عند الله جل في علاه. لذلك لابد من التمحيض، لابد. آلاف وآلاف من رسالات الدكتوراه ولا ليها يقين. أحسنت. رسالة الدكتور عمر سلمان أشقر. نعم. الرسائل كثيرة جدا، الله يعني خط ورق وانتهى الموضوع، وأخذ الكرتونة وانتهى الموضوع. وحتى هو أصلا لما يكون دكتور بيتكلم ما فيش، ما عندوش. البخاري قال للدكتور بيكلمه بيقول له محمد حسن غفار خليته الناس تقول لنا فين الدليل.
والله قال انتوا بيشتمونا بيشتمونا، انتوا خليتوا الناس يقول لنا فين الدليل وهم عايزين الناس تبقى بهايم. ما في نقول لك اسكت هجيب لك الدوره كمان شويه بس اسكت اقبل بخفان اسكت بس. هذا هو كيف انا اتربي هتربي الامه الامه هكذا يكون امعات امعات. هنا الكلام على سفيان اسماعيل بن يحيى يقول قال رأني سفيان وانا امازح رجلا من بني شيبه عند البيت فتبسمت فالتفت الي فقال تبتسم في هذا الموضع؟ يعني انت بتضرب الحديث تبتسم؟ ان كان رجل لا يسمع الحديث الواحد فيرى عليه ثلاثه ايام سمته. المعنى انه يتاثر به يتاثر دما ورؤى، دي معناها هؤلاء القوم تضلعوا الحديث تضلعوا العلم، لانه لا يظهر على الانسان سمتا الا اذا تضلعوا. معناها ان الحديث اختلط بدمائهم وايش ولحومهم وابشارهم، اختلط بكليه القلب وكليه الروح، لذلك ظهر عليهم تاثير اخذ الحديث. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، واغفر لنا الزلل الذي نقع فيه فانت ارحم الراحمين. ارجعك الله صالحا واجعل وجهه خالصا ولا تجعل احد شيا. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاه امور المسلمين لحكم كتابك والعمل سنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعلهم في رضاك ومتقاك وانت ارحم الراحمين، واجعلهم بطانات الخير تدل مع خير وتعينهم عليه. اللهم انا نسالك امانا لا ارتد ونعما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر مأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه، انصر اخواننا في العراق تحت يدي الملاعين الروافض الخبثاء، وانصر اخواننا في ادلب، وانصر اخواننا في لبنان، وانصر اخواننا في اليمن على يد الحوثيين الخبثاء احفاد مسيلمه الكذاب وسجاح، واحفظ اخواننا في السودان أحفاد، نقول أحفاد المهلاوي بقى أفضل بدل ما أقول أحفاد المهدي، ما هو أكتر واحد يعني قد زعم المهدوية عندهم في السودان، وأحفاد ابن عربي كمان. تصوف في السودان أشد من تصوف في مصر. اللهم احفظ السودان يا رب، احفظ الزول وأهل الزول، جمع زولي يا جماعة، كل الزولي ولا جمع زولي يا أحفظ. زوالي زواولة زواولة زوالي زول. الله يحفظهم هناك من هؤلاء الملاعين أصحاب الطرق وأصحاب الحسينيات وأصحاب الفكر الضال. اللهم أمين يا رب العالمين، احفظ بلاد المغرب واحفظ بلاد مصر واحفظ بلادنا جميعا يا رب من كل بدعة ومن كل عقيدة منحرفة، واحفظنا من كل من أراد بنا الكيد والمكر، ولا تمكن فينا أحد وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.